تعد الرسوم البيانية الطريقة الفضلى لفهم المعلومات بشكل سريع وجيد، وإذا كان مصدرها وكالة فرانس بريس فلا بد أن تتميز بالدقة والأسلوب التربوي وغنى المعلومات. تنتج وكالة فرانس بريس الرسوم البيانية منذ العام 1988، وقد بدأت بالرسوم البيانية الثابتة لتنتقل فيما بعد إلى الرسوم التفاعلية فالرسوم الثلاثية الأبعاد، ويتم إنتاج هذه الرسوم في مكاتب الوكالة حول العالم من هونغ كونغ وبيروت فباريس وبرلين إلى مونتفيديو وريو دي جانيرو. وتجذبك الرسوم البيانية على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، فيتشوق المستخدم لمشاهدتها ويخصص لها وقتاً أطول من ذاك الذي يمضيه على إحدى الفيديوهات الكلاسيكية. أما مواضيعها فتشمل تلك المسائل التي يضج بها العالم، بالإضافة إلى المواضيع الساخنة وتلك المعقدة في مجالات العلوم والاقتصاد والرياضة، غير أن العمل على رسم بياني ليس بالأمر السهل، هو عمل دؤوب يبدأ به الصحفي ببحثه عن المعلومات في الاعتماد على شبكة أخبار وكالة فرانس بريس، من ثم يعمل على تبويب المعلومات وترتيبها ووضعها بالتسلسل المناسب قبل أن يسلم العمل إلى الرسام البياني. أما الأخير فيسلم المنتج في مدة تتراوح بين بضع دقائق وساعات بحسب صعوبة الموضوع المعالج. ننتقل إلى الرسم البياني التفاعلي الثلاثي الأبعاد الذي يلزم الصحفي كتابة نص ووضعه في ستوري بورد، ويبدأ عندئذ الرسام البياني عمله الذي يستغرق 5 إلى 6 أيام لعرض فيديو بياني سهل الفهم مدته دقيقة واحدة فقط، ويسهل إدماج هذا الفيديو في موقع إلكتروني أو عرضه كوثائقي على شاشة التلفزيون مع إمكانية توفير الدبلجة والترجمة.